السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد في فيديو جديد ووصفة جديدة. فيديو ديال اليوم هو واحد الكيك بالجبن اللي كيجي رائع بزاف. طريقة التحضير ديالو سهلة والمكونات. بالنسبة للمكونات وطريقة التحضير تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوهم. عندي هنايا كاس ونص ديال الفينو، عندي 4 البيضات، كاس ديال السكر سنيدة، كاس ديال الزيت، واحدة سكر فانيليا، جوج خمارات وعلبة ديال الجبن. بالنسبة لطريقة التحضير غادي ناخذ الاناء اللي غادي نوجد فيه، كندير فيه دوك 4 البيضات اللي كيكونوا بحراره المطبخ، كنزيد السكر مع الزيت وكنبدا نخلطهم. هنا دابا كنخلطهم سواء بالطراب اليدوي ولا الكهربائي كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نطربهم مزيان حتى غادي يتجانس ليا الخليط ديالي. من بعد غادي ناخذ هذيك سكر فانيليا كيس ديال 7 غرام وغادي نعاود نخلط نطربهم. من بعد هنا غادي نزيد هذاك كاس ونص ديال الفينو ولا السميده الرقيقه اللي عندكم. هنا درت انا الفينو، قياس كاس العنبة اللي درت بهم الزيت والسكر هما اللي درت بهم الفينو. هنا كنزيد دوك جوج خمارات وغادي نعاود نطرب كل شيء مع بعضياته. هنا كنوجد كيكون عندي المول محضره من قبل اللي كنرشوه كيف ما كتعرفوا بالزبده ولا الزيت وشويه ديال الدقيق. صافي كنخلط دوك المكونات مزيان مع بعضياتهم باش غادي نضيف في الاخر هذاك الجبن. صافي دابا غادي ناخذ هذاك الجبن غادي نخلطوه مع داك الخليط سواء ديروه بالتراب ولا بالمعلقه، المهم باش يتجانس لكم الخليط ديالكم. هنا غادي نخلط مزيان حتى غادي يتجانس المكونات كامله. كيف كتشوفوا معايا هنا من بعد ما الخليط ديالي وجد كيكون على هذا الشكل بهذا القوام، والمول ديالي راه كيف ما قلت لكم محضراه بشويه ديال الزيت ودرت عليه انا ورق الطبخ. صافي وكنخوي داك الخليط في المول وغادي نشعل الفران ديالي حتى غادي يطيب من تحت، من بعد ما غتحمر ليا غادي نشعل عليها من الفوق. هنا كيف ما كتشوفوا الكيك ديالي من بعد ما وجد. كيبقى لكم التزيين هنا اختياري، كل واحد اللي متوفر عنده اي صوص عندكم. انا هنا ما عندي واجده حتى شي صوص، درت غير صوص غير دانون كاراميل هو اللي دهنته من الفوق. تقدروا تدهنوها بالعسل ولا يكون عندكم شي صوص شوكولا ولا صوص كراميل واجده ديروها. هنا كيف ما كتشوفوا دهنت الوجه من الفوق وزدت زينتها هنا بشويه ديال القرقاع وشويه ديال اللوز ايفيلي. كيف ما قلت لكم التزيين كيبقى لكم الاختيار وعلى حسب المتوفر عندكم. وها هو الكيك ديالي كيف ما شفتوا وجد، كيجي لذيذ بزاف. طريقه التحضير ديالو كيف ما شفتوا سهله وما كياخذش الوقت بزاف. نتمنى الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم. هنا غادي كيف ما غتشوفوا معايا غادي نقطع معاكم واحد الطريف باش غتشوفوا كيفاش كتجي. انا قطعتها معاكم هنا مازال سخونه، هي كل ما برداتكم ما كتجي حسن.
وهيا كيف ما كتشوفوا كتجي شيشه ورطبه ولذيذه. ما تنسونيش من لايكات ديالكم ومن التعليقات كذلك. خليتكم على خير الى فيديو قادم ان شاء الله، وعواشركم مبروكه.